قال لك احنا محفضين تمام. اللعيبه دي لا ثلاث حفظ سنين وحياة ربنا اللعيبه محافظه. بص بقى ما تدخلناش في متاهه، بص عشان ما تنرفزناش. بص اولا فاقد الشيء لا يعطيه، مين هيحفظ؟ اذا كان كوبر انا كنت قاعد وراه يا كابتن اشرف واحنا بنهاجم، اقسم بجلاله الله انا طبعا اول مره اشوفهم بقى في الملعب، اقسم بجلاله الله بينادي على طارق حامد واحمد فتحي ما يتقدموش واحنا معانا الكرة عشان نطلع نهاجم. لما هو واضح ينفع؟ لا طبعا ما طب يبقى فين بقى محفظه؟ هو الراجل اللي قال يا كابتن. لا ماشي هو يقول زي ما هو عايز. الراجل اسامه اللي قال يا بص هقول لك على حاجه، اسامه يقول اللي هو عايزه، هو ما كانش له. وقال ان حسين الشحات ما اقنعهمش. يا سلام يعني مروان محسن، ما تخليناش نخش بقى نخبط في طيب لعيبه تانية طيب. بقى وعمر جابر ومعرفش مين ومين، وكان مقتنعين تماما بعمر ورد. طب ماشي، طب وشيكابالا ما يلعبش ليه؟ مش مقتنع بيه؟ ما الظروف ما سمحتش. لا ظروف ايه؟ ده اخر مط على الاقل يلعب في ماتش السعوديه. بس انت يعني لعبت عصام الحضري ليه؟ عشان قال لك ما اقدرش اغير في التشكيل. سيبك من الكلام. يعني لو شيكابالا طلع وقال لك انا برضه هفضح زي ما قال عصام الحضري كان هيلعب شيكابالا. بص خدوهم بالصوت لا يغلبوكم. ده كلام خطير اللي انت بتقوله ده. وحياه مش الكلام ده اتقال في الجرايد؟ وانت اي كلام يعني، يعني لا بيبقى الجرايد مصدق. حاجه والحقيقه حاجه تانية. لا معلش بيبقى مصدق، لان لو في حاجه يطلع عصام الحضري كان ينفي. عصام الحضري لعب ولا ما لعبش؟ انت عارف لو ما لعبش يبقى الكلام مش مصدق، يبقى مش على لسان عصام الحضري. انما طالما لعب يبقى هم كلهم اترعبوا، كلهم خافوا، لعبوه عشان ما يقولش. قال لك عمرو ورده زي برضه موضوع مجدي عبد الغني، ما موضوع مجدي عبد الغني هنا قبل ما يسافر وهو خدوه من طيب. البعثه قال لك انا هقول على كل حاجه في مؤتمر صحفي، قاموا جايين باعتين له راحوا باصوا بعض هناك واشرب بقى يا شعب مصر. هم اتصالحوا هناك وخلاص ومفيش حاجه، ونزل هنا قال لك انا مش حرامي في المؤتمر والكلام ده، وضحكوا علينا وعملوا فيلم. وبعد كده امبارح بيقول لك الدوري هيبدا يوم كذا. يا جدعان خلى عندكم بقى شويه.